القمل يعود للمؤسسات التربوية والأساتذة يذوقون ناقوس الخطر والعينة من ابتدائية الأخوين رباح ببئر خادم بالعاصمة، حيث تم إشعار الأولياء بمراقبة مستمرة لأبنائهم. قلت لنا بليك لازم ندير واحد البرودوي على القمل. قلت لنا قولوا لي ما كنت نشوف لكم شعركم كل يوم ودوشوا. قال لنا ديروا دواء. جست عليكم طبيبة. وعلاش قالوا لكم ديروا الدواء؟ اشرح القمل. قالوا لنا خطاش القمل او يدور في شعر. قلت لنا دمرت لازم نحيوه، لازم نحاربوه. من جهتهم اولياء التلاميذ دخلوا في دوامة من القلق والخوف على ابنائهم وتأسفوا للوضع الذي آلت اليه المدارس، ودعوا المسؤولين على المؤسسة التعجيل بإيجاد حل للوضع. ماشي غير مسيد هذا، كاع مسيد كاع عندهم. انا عندي بنتي هنا تقرا 4 سنين في عمرها، تقرا تحضيري وعندها القمل وعندها واسمه عندها الاليرجي في عينيها. فاش يجي القمل هذا يجي في واسمه، يجي في النقا، يجي في واسمه هكذا بيطون سيمان الرمل الحساسيه تاع الدراري. ماشي وقته هذايا، هذه يخدموا في لي فاكونس تاع الدراري، لي 15 جور تاع لي فاكونس يخدموه. دوكا طفله صغيره 4 سنين في عمرها تقرا تحضيري، تجي تقرا ولا تجي تحكي في عينيها، كي تلحق للدار ترقد ولا تاكل ولا تقرا ولا. سي نورمال سي كراف. انا 2017 القمل بكري صح، بصح 2017 نورمالمون ما كاش، بصح ممكن ظروف ولا بالك كاين واحد ولا زوج ولا هو عباك القمل يعدي، كيكون واحد يعدي الامه كومبلي. بعد الاختطافات وانتشار العنف والجريمه في المؤسسات التربويه، القطاع في مواجهه القمل ما يعكس مشهدا اخر من المشاهد السلبيه التي باتت تشوه صوره المدارس في الجزائر.